على مساحة تفوق 3000 هكتار وبتنوع حيواني ونباتي، لا تزال غابة المداد بتسمسير تستقطب الزائرين من مختلف نواحي الوطن. الإحصائيات الخاصة بالموسم الشتوي والموسم الربيعي فسجلنا توافد 130 ألف زائر على مستوى الحظيرة الوطنية. أما فيما يخص شهر مارس فهناك 6450 زائر قمنا بإحصائه. جمعيات ونواد تستغل عطلة نهاية الأسبوع للقيام بأنشطة ترفيهية تثقيفية ورياضية على مستوى غابة المداد. عجبني الطبيعة، كاين الجبال، نروح نديرو شوية سبور. محمية المداد اللي وليت السمسيري لترفيع عن النفس والخروج من جو دراسي. ونرجو من الزائرين أن يحافظوا على المحمية. الكشافين تاعنا يطبقوا بعض التقاليد والممارسات والمهارات اللي تعلموها في داخل المقر. احنا نفضلوا انها تبقى على عذريتها، لانه صح الانسان اللي يحب يريح ويحب يستجم صح يجي لهنا مرحبا به، لكن ماذا بينا احنا نحترموا هذا المكان. والفرصة تكتمل حينما تستغل مديرية الغابات الإقبال الكثيف للقيام بحملات للتحسيس بأهمية الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي. مناظر أخرى بغابة المداد تجعلك تفكر من الآن في اصطحاب العائلة إلى الغابة الساحرة.